الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رمضان هذا بنفجر أو عندكم بنفجر الدنيا مقاطع، الأسبوع هذا والأسبوع اللي بعده بتكون ملخرة مقاطع لكم وبفوز فعاليات، فلا تفوت عليك شيء، تفعيلك الجرس والاشتراك بالقناة. وإذا أنت تطلعني وأنت صايم الآن أسأل الله أنه يتقبل صيامك ولا تنسانا من الدعاء الطيب، وأنا بالنسبة لي أسأل الله أنه يسعد كل واحد يطلعني لأني مبسوط على الشيء اللي بتشوفونه الأيام الجاية. وعلى طار التكسير وتحطيم الأرقام القياسية، تعرفون اللعبة اللي حملوها أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم؟ 100 مليون أيوة عرفتوها، متأكد نصكم عرفها، قد نزلنا عنها قبل، رايز أوف كينغدوم يا أخوان، محطمة الأرقام. أشهر من نار على علم، لعبة استراتيجية تقدر فيها أنك تكون طاغية تستولي على كل ما هو حولك، لكن بالمخ، بالحنكة، بالذكاء، بالخبز. حضارات كثيرة، روما، ألمانيا، فرنسا، والفايكنجز، وأيضا جزيرة عربية بقيادة صلاح الدين. زي ما قلت لكم اللعبة يحتاج لها ذكاء، تقدر تخصص كل شيء في القلعة حقتك أو المنطقة حقتك من ناحية ديزاين، من ناحية أسوار، من ناحية حماية، وأيضا أنت وأخوياك تتحالفون وتهجمون على أي شخص متى ما تبغى وبأي وقت تري فالك أنت تقدر تدخل فيه. ومعلومة لك عزيزي المشاهد، الحضارة العربية إذا اخترتها تزيد قوة هجومك 5%. وزي ما أنتوا عارفين رمضان كريم ولازم يضبطونكم بكود، الله يعطيهم العافية. الكود اللي طالع أمامكم يا جماعة راح يحصلكم على جوائز ومكافآت داخل اللعبة، وإذا حملتها راح تدخل على السحب على الجوائز اللي طالعة قدامك، فأنت وحظك. رابط تحميلها تحت، حملها وتأكد إنك حاط الكود، إذا دخلت بتربح جوائز. وبالختام الله يعطيكم العافية، أترككم على المقطع، سلام عليكم. وعليكم ورحمة الله أيها الأخوة السادة الكرام، المقطع هذا مفروض أن نازل لكم برمضان، فإذا احنا برمضان الآن كل عام وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير والله يتقبل طاعته جميع. اليوم يا جماعة عندنا خروف كامل راح نسوي تحدي بنقسه ثلاثة أيام. حلو. الجائزة مقدمة من فريق باور الله يعطيهم العافية على التحدي الجميل هذا الرمضاني. 5000 ريال فريق الفارق. يس تيم واحد أنت. حلو. تيم تو أنا مش واحد. تيم اثنين اللي والله ما ظنيت إنه وراهم شيء. هذه الفكرة راح نتوزع يا جماعة على ثلاثة أيام، كل تيم راح بعد ما يبدأ التايمر يقطع من الخروف ويبدأ طبخ. أنت ضمير بالطبخة، الطبخة تقيم من لجنة كاملة من الإدارة، هم اللي يحكمون إيش الطبخة الكويسة شكلا جماليا طعما إلى آخره. الله اكبر. تطبيق بسيط تقدر تطلب منه خروف يوصلك لعند بيتك سواء مقطع او لا، شكرا لهم. رابطهم تحت الله يعطيهم العافيه. زياده رابط تليجرام. انا اقول لك لهم اعلانات. كل تيم راح يتفق مع الكابتن حقه والفريق فريق حقه مين اللي راح يقطع. نقسم المهام، نبدا وخوي الثاني يعطيك كول. يا سلام انا ابغى الظهر والله اني ابغى ممتاز. بس بيقوم هبد، بيقوم تصفيق هنا على المهام. لازم نبدا بالظهر. اسمع الرجل ذي، طيب انا اللي قطع ولا انت؟ خلاص عليك. اي انا بعيد، اجهز الصحن، اجهز الامور هذه. ممتاز. بس اسمع احمد ركز معي. بحاول هذيك ابدا بذيك هجم. يعني تقطع لك وتقسم لك سنام بعير، فاهم؟ مخلين اقوى سكينه، نبغى الكتف الحديد، الكتف الاضلاع انك تخسر ونطعن عليها. كتف عندنا. انا جاهز في سكاكين. جاهز. انا جاهز. عندك كتف وعندنا كتف بعد. يلا كتفين. يلا يلا يلا. طيب ظل ممتاز. حلو. يلا 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 واحد
اثنين ثلاثة. احمد 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 شوي 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 لا والله وقفوا الكل يوقف كذا مصيبة بسوي قرعة اللي يبدأ مصيبة بنقطع بعض لا زين بنقطع بعض والله بنقطع بعض والله بنقطع بعض طلع مع السكين سطور مع سطور بيدي انا ما نبغى هاشتاج طيب سؤال محمد اللي يطلع له هو اللي يطلع له بيكون الاول انا الاول ينقنق على كيفه طيب عندك تايمر دقيقتين دقيقتين بسم الله احسن ايوه احمد اللي فوق مصبوغه ترى رجلي هناك يا عمي بسم الله ايوه ايوه يرجع عطى عطى امسك ايوه ايوه احسن ابغى الظهر ابغى الظهر قطع 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 الظهر اي خذ 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 ايوه ايوه يا رجال اي احمد من حقك احنا الاول ايوه كم باقي وقت ثانية. قدام قدام كبدان وين احمد يمدي وين ناخذ عليهم ناخذ عليهم ناخذ عليهم ايش ناخذ 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 خلاص اكثر اكثر هات 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 شوي شوي يضرب شوي شوي شام 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 لا والله طيب هذه لا طيب مره شوف شفت هذه هذه الحاله بس هذه الحاله يلا نجيب الثاني 2 3 رجال يا اخي سطور اسطر امه ايش ذا اخذوا المسكه ايه يا سلام رجال رجال انت من راسي اذني للطين العب ايوه ايوه يا اخي بقوه يا اخي يا اخي اسكت وخر مودي وخر راح راح عطى خذها خذها يا مودي القدر حقنا وين وقلوك القدر حقنا وين القدر حقنا عطى عطى القدر قرب الباقي عندكم الباقي خلاص خلاص لا 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 نبي ناخذ شحمه عدد ثواني خلاص 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 اي والله حقتهم طيب حقتهم طيب اه اي والله اي والله طيب صلوا على محمد طيب يا شباب الحين عندكم 20 دقيقه تتجهزون للمقطع تقدرون تسوون اي شيء حلو اي شيء اي مكان واي وقت اي شيء اي شيء ممتاز اي مكان اي شيء شلون اي شيء يعني بس ما في استعانة بأحد خارجنا احنا بس اللي نطبخ أيوة. اللي بيننا يعني اروح اكلم يلا 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 مش روح يا عمري رجال كم يلا يا عمري حلو لونا اعطيني سطور نبي سطور يابا يابا مشحمه تمام مستمر طيب بنخليها مشحمه شحم أحسن. ممتاز هذا واحد اي بدون زيت لازم نحدد الان نخليها بيضه ولا حمراء بيضه بيضه نسوي كشنا ايه لعبنا اصول ولعبنا اصول ترى الطعم مهم نلعب اصول ونبهر بتزيين تمام تمام اسمع نبيها كبسه القديمين عرفت لي كذا حقت رجال يا مرحبا ايوه هذه اصول اصول يا منلع يا ليم 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 هنا 18 ضربه هنا يا خالد يا خالد ليه اللحمه طارت كذا ليه يا رجال لو ازم بيدك ورجلك رجال علمك ماخذ سطور كذا هو فهمت والله احنا ماخذ اخي ليه بسم الله صلاه لا تضحك لا اضحك واخذي عني واخذها لا تضحك عطي اللحم عطي اللحم بحره يلا 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 هذي اللحم كله ايه مرات الموية ها بربس قفاز ثاني احمد عشان نبقى اسوي اشياء يلا عشان نخبص انت خبص انا بحط ايه ونحط شوية موية ممتاز ها يبدا ابو نوح ها
نسويها نسويها والله نسويها. يلا 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 طبعا الشيء اللي ما يعرفونه حنا بنغش شوي ما يقدرون يشوفون العيال بنغش شوي 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 يا رب انت اخر عليهم ونسوي لها قصقصه بس يا رب انه ما يكتشفوننا بيكتشفوننا صح احمد بمنتج والله شوف ما عليك نقص شوي شوف هذا كله طبعا ما استخدمنا اي زيت حنا طبختنا صحيه نعم اصليه اصول ما عندنا كيلوميني طيب ايش رايك انك تغرس ثم غسل شوي ما نقعوا يعني نقعوا جيبوا خلنا نجيبوا ابوي راح المقطع كله تقطيع يا عيال والله طولنا يا حبيبي طيب اول شيء هذا عندنا الرز هنا الرز ملح كمون اجي هذا صراحه مع هذا ملح يجيك ومع ليمون زبيب جزر زيت وصلصه هذه مكونات اللي عندنا بنحطها مع بعض حبه حبه تشوفون شلون افضل بخاري ممكن تشوفه بحياتك عزيزي المشاهد بسم الله ننطلق السلام السلام في مويه استخر استخر مويه طف 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 يا ولد امي بن بالكام هذا حظي والله هذا حظي والله يلا يلا احمد حطينا الطماطم الان اللحم اشوف عطني حطينا الطماطم حطينا البصل ايه. عطنا اللحم اللحم يا سلام عليك ما شاء الله تبارك الله قولوا ما شاء الله يا جماعه ايه والله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله هذه الحين نظم نظم ملحني انا الفهم برابركم يا النبي بعد ما خلطناه طبعا ما عليكم من الشكل ما عليكم من الشكل الحالي بنضيف عليه شويه مويه شوي بس نحط شويه مويه شوف طلعت مولوده يلا باهي لازم يلا يلا مو مرتب بس شوي بس نص والله اي نص بس عزوز عطى ابو عبد الرحمن خل لان الحين قفلنا نص ساعه تقريبا نريح الحين نتذكر نتذكر حق الصحن سكت بلوت ما يضر ايه الان ايش سوينا بالضبط احنا كفتنا بتكون بيضه فلازم نحط اشياء فوقها بنسوي كشنه قطعنا البصل بهذا الشكل ومسوين سلطه طماطم بيكون عنوان كبستنا كبسه الطيبين كبسه الطيبين شوف ليش شوف ليش يلا شلها هذه الكشنة وهذه السلطة السلطة هنا شو السلطة كي طماطم وبصل سلطة قدامة رز أصول إيه كذا أكل بيت أكل بيت أكل جدي شو رأيك تسميها أكل جدي ولا كبسة طيبة كبسة طيبة كبسة يا عيال أنقرع السلام عليكم أطلع وسمعت أطلع خليها الحين نحمسها ودي مجلس لا 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 مالك شيء قطع منها لو قطع منها لا بتذوم الاصناف لا اصناف الملوخيه بتذوق الملوخيه بس شو تطبخون بدون نار سلامات خلاص 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 يا اخي ايش تبون انتم طبختنا صفر يا اخي ايش تبي العلم والوصاخه مسك بالله اعطي السطور لا لا سطور لا خلاص وخر عني وخاد والله ملوخيه مالك علاقه بتذوق هي على على ولا تحت قرب يا خواف من تحت يمين قرب عطني 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 انا ابو احمد شغل فايم طع يا خواف عطني 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 طيب حطوا ما في رزق احمد امسك بنعطي اللحم الان يا جماعه الخير تقريبا ما يقارب 40 دقيقه على 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 حسب 40 45 ونفكه ونشوفه معك يلا 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 يا روح انت روح روح يا رجال روح الحين بنحط الرز على المويه بسم الله
وابو سعود حاضر. نحطها على دفعتين يا ابو سعود، بسم الله الرحمن الرحيم. نحطها على دفعتين. الخلطه السريه، الخلطه السريه اللي ما حد عرف عنها. وش هي؟ زعفران. زعفران لازم شويه زعفران. الزعفران يا جماعه الخلطه السريه هذه. بسم الله. بسم الله. ايوه يا سلام يا ولد الريحه يا عيال يا اخوان. لا اله الا الله. تبخروا تبخروا. بسم الله. يا سلام. هلا يا متخف، لما تخف شوي. يا سلام. العب 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 العب. اللحظه المنتظره، الرز اصعب شيء. الرز ضبط يا عيال. انا اتوتر هنا هنا اللحظه هذه، قسم لا توترني مره ترى. يا رب العباد احس في مويه. هو واضح من بك يا صبي. الله اكبر. احمد بيشرب. اس اس احمد، احنا بناكل لقمه، بناكل لقمه وبنكتبه خمس دقائق. امسك ايده، امسك ايده. ها برد وجهك اشوف. ها هذا جريش ولا رز يا شباب؟ خل خل يا اخي تكفى. جريش ذا يا عيال مش طبيعي، والذي رفع السماء انه مش طبيعي. قفل الان. جاهزين؟ لحمنا جاهز، كل شيء جاهز، بنشيله وبنخليه هناك لين ما يجون. يلا. الو هلا وسهلا ابو صالح، يلا حيا. يا مرحبا، كيف الحال؟ عساك طيب. الله بخير. يا والله يا بتذوق لك افضل بخاري قد شافته عينك. ما ادري اذا صدق بخاري. اي بخاري، افضل بخاري شافته عينك. كيف الطبخه؟ الطبخه اسطوريه 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 ابو صالح، اسطوريه اسطوريه. يمكن افضل بخاري تذوقه في حياتك. طيب وينكم؟ في مطعم بخاري قاعد نظبطها. لا لا مو بالفله، لا مو بالفله. وين؟ ما نقدر نطبخ بالفله بخاري، صعبه شوي. طيب للاسف من شروط المسابقه انك تكون بالفله، ولا اقل شيء نضمن ما في تدخل خارجي. ابو صالح ابو صالح ابو صالح وقف. صبر 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 ابو صالح. بوقف 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 ابو صالح. ما حد قال لنا اذا انه ممنوع، انه ايش يسمونه، انه برا الفله ولا جوا الفله. قلنا بطريقتنا، احنا سويناها بطريقتنا يا ابو صالح. يا اخي يمديك تشوف الكام، يمديك تشوف الكام، يمديك تشوف الكام. شوف اللقطات اللي بالكام، اذا في احد ساعدنا طلعنا. اقسم بالله تدري شلون، تدري شلون؟ والله العظيم ما تذوقونها، والله ما تذوقونها. احنا خلاص الحين بنخلص، والله ما تذوقونها ولا واحد منكم في الفيلا يذوقها. والله ما عليه يا جماعه، هذا مقطع نحول مقطع للفريق. نسحب عليهم اخ الدهر. هذا اللحم يا اخوان، خلونا نوريكم اللحم. بسم الله. جاهز؟ بسم الله. شيل. اوبا. خذ لك. تعبكم والله تعب. ما خلصنا، ما خلصنا والله، ما خلصنا. نروح للرز الان. شو الرز؟ يا ما شاء الله. طبعا فيه بيرات هنا، في هبره هنا، فحطينا انواع هنا، نوع وهنا شاورما. شوفوا كيف يلمع، كيف يلمع، كيف اطلع 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 بريم بريم اطلع بريم بريم. بالله عليك بالله عليك بالله عليك، اطلع. قفل الباب، قفل الباب، سكر الباب. خالد اطلع، خالد خالد اطلع اطلع اطلع. ابو صالح اطلع. اي احسن هنا، هذه خلت الماء. يلا شيله. رايد ركز معي، ما ابغى ما ابغى الرز كله في كشنه. وزع لنا، ممكن ممكن يحب الكشنه. ايوه يا عمري يا رايد، يعني قاعد الطماطم مطر السلطه، لا السلطه تخليها خيار جانبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ايها الاخوه الكرام. اتمنى الانصاف، اهم شيء للي بيقيمون يا جماعه، لا حد يترول ارجوكم. بسم الله. جاهزين يا جماعه؟ صبر صبر. لا ابراهيم، لا 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 ابراهيم، لو سمحت لو سمحت ابراهيم، نحتاج تقييم بضمه وضمير. اي نعم ابراهيم، ترى خايفين منك. والله تعبنا، اقسم بالله تعب. بسم الله. جاهزين عيال؟ اصبر اصبر اصبر. والله شيله. اصبر لا تكف تكف. ركز معي. تكفوا يقيمون ها؟ طيب. احنا شفنا. طيب التقييم عيال، التقييم على الشكل، الشكل، الطعم،
ايش بعد؟ يعني كل شيء ثاني. ضرورة اللحم. عندي شيء عندي شيء عندي شيء عندي شيء. عندي شيء بس بسيط جدا. بوريهم مقطع. وش قال لك زياد؟ وش قاعد تسوي انت؟ المين زياد صح؟ استعانوا بناس عشان يسووا لهم اكلهم. ممتاز. هذه نقطة. احنا مسوين كل شيء تعبنا. من اليوم وقفنا على رجولنا. فهذه اتمنى فيها الله. طيب اقولك شيء يا احمد، من قوة الثقة اللي فيني انا واثق مرة. رب العزن يواثق. ايوه اقولك شيء، شوف وجيههم اذا رفعت الصحن. ارفع الصحن شوف وجيههم. ايه ارفع. لا اصحن. لا انا ما اقدر ارفع. يا عيال. رب الكعبة ارفع. نفسية يا عيال. ايه والله يا احمد ارفع. بسم الله. سموا ولا اصبر كيسنا حاطين. اي نعم. ومرقه اللحم تنجح لو سمحت حطها بصلصه. والله كل شيء كامل الا شيء واحد. ان شاء الله يسوي وجبه مسك. الكميه حق التقييم. ايوه حق التقييم. تقييم ابراهيم تقييم. والله المفروض جبل. انا داري بس تقييم ابراهيم والله تقييم. طيب نبدا. يلا ابدا في زباله في اشياء ادواقه. انا اشتغلت شيء. يا ويلي احمد خلطتك لازم تعلمنا. لازم خلطه لازم ابشر. طول عمرك ترى 5000 على المقطع. ها احمد سولف انت. والله الخلطه حالها هذه 10 هذه 10 نقاط زياده. خدمكم يا هذا والله عليه خلطه. هذه شبابه ياكل والله يقول 5000 ابو صالح. والله يلا سموا بسم الله. جرب بدون خلطه. يذوق بدون خلطه شيء اول لقمه بدون خلطه. شوفوا اللحم احمد ذوبان اللحم والطماطم البصل فيه هنا سلطه. تحتكم الطماطم البصل هذا ديبون. منوحته ولا المركته ولا ما نستاهل. شوفوا شوفوا بس والله والله. شوفوا من هنا بعد. لا تاكل بلا عليك بلا عليك. ايه ها بس شوفوا الشيء هذي يا عيال تطولتوا بالاكل. ايش فيكم؟ يا عيال انا بقيم صراحه. انا بودي اقيم اذا كان كذا الوضع. احنا المفروض نقيم. ما جاهز اقيم. جاهز تقيم انت؟ ايه اصبر اصبر. طيب نبدا من عند الرجال. نبدا من عند خالد تفضل. حط تقييم حبه حبه على الشكل على الشف. الاداء والله والله ما في منافسه. استمتع والله ما في منافسه. استمتع بالمنظر انت حتى وانت تصور. ابيك تستمتع. ترفع الرز قدام الكام. ابيك بس تستمتع. يا شوف خله 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 خلاص. لا تحوس لان في جمر. لا شوف الخلطه اللي احنا متميزين فيها. فناجيل هذه حقت خلطتنا. امسك الغطا زين. لا لا عليك على طول اكتم على طول. تمام اكتم على طول سريع. اعطي شفيرة يا من العز بخار. هذه وشي نكهة مندي برية. فهمت عزيزي؟ حبيبي خلصنا وحنا من الدوام. ايه والله ايه والله حلو حلو. عطنا 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 الغطا سريع. يلا يا ابو خالد. بسم الله. يلا ابو خالد جعنا. من سوى هذا؟ انا ابو خالد. جعنا يا ابو خالد. كشنا يا ولد الكشنه. كشنا يا ولد. الطريق غارد. جاكم الاعصار. جاكم الاعصار. تعال اللجنه. تعال اسمع الريحه. دقيقه تقديم يسوي بالقدم. احنا ما تهمنا ملحقات. يعطيك جح يعطيك سلطه يوكلك. احنا يهمنا الطعم. يلا يلا حط. تجي تحط حط رز فاضي يا ابوي. حط شوف زبادي والخيرات. اول شيء شلوك. لا لا حط ابو خالد. لا دقيقه دقيقه. داني احط بس استمتع بالطعم. والله يا فيه بسم الله. يا ابو خالد شوف الكميه. شوف والله منافسه. في منافسه والله. والله في منافسه. الله يعينكم. حياكم الله يا شباب. حياكم الله. ايه بسم الله. تذكر من يسوي الكشنه. ايه من سوى لكم الكشنه؟ شوف كشنا ما تستعبد صراحة. صدقني فيك صراحة. مدامها ما هي بيدكم. ايه من قال انها بيدك؟ ايه لا شوف احلف انها بيدك. شفنا وانت احلف انها بيدك. والله انها بيدي. احلف انه ما سوي شيء. والله انها بيدي. والله انها بيدي. والله انها بيدي. والله انها بيدي. نيتك يا الكلب. دقيقة والله انها بيدي. ها دقيقة صورهم يقولون بيدهم. ايه
وبيطلع الفيديو. ممتاز. اي نعم. ويطلع الفيديو حقهم. تمام. ها؟ ويطلع الفيديو حقهم. يلا رب الكعبة اللي حاطه البصل بالزيت وبصل كل شيء. يلا يلا خلاص كمل. طيب بسم الله. بسم الله من ابراهيم. سجل يا بالله. يا ويلي. حار صدق. تو طالع من والله تعب. اللحم اللحم يا جماعه شوف اللحم ترى حاط زيت فل زيت حاط قسما بالله انه ما في ولا قطره زيت من الشحم رب البيت شوف الشحم الشحم واللحم شوف هذا واضح انه كلام خاسر يقعد يدور شوف هذه شفت كيف ذوب معك ولد حار يا ساتر انتظر انتظر لين ما يبرد عطني ملقى عطني اي شيء بس شيل بس نجيب قدر مندي ونحفر وماني عارف طيب يلا ابراهيم الحين التقديم لو سمحت خلوا اللي يبدا امس التقديم الصدق ايه حقاني وزع مني الحين انا بودي اقيم ذاك كذا الوضع احنا المفروض نقيم ما جاهز اقيم جاهز تقيم انت؟ ايه اصبر اصبر طيب نبدا من عند الرجال نبدا من عند خالد تفضل حط تقييم حبه حبه على الشكل على الشكل شوف تقديم 10 على 10 لا تقديم 10 على 10 الحمد لله ايه طيب حلو ايه الرز الصدق 8 من 10 ممتاز لحم اقسم لك انه من مره يا سلام والله حلو ابراهيم ابراهيم انا اختلف معك استاذ خالد انا احترم رايك هذا رايك بس يعني اكميه والله انها قليل والله انها قليل اوكي اوكي صادق 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 شو يسمون هذه الكشنه؟ الكشنه صحيح انت مسويها؟ ليه؟ انت مسويها ولا شيء؟ انا رايد مسويها معي ها؟ انا مسويها في التصويت موجود والله لذيذ والله العظيم والله رائع الحمد لله اللهم لك الحمد الرز كيف؟ الرز شكله سيء الله يعينك الشكل ناشف ايه بس اقسم بالله يوم حطيته في فمي اه لا قال بسم الله ايوه الحمد لله مع اللحم مع اللحم يا جماعه والله في جوده في جوده بالله صراحه الحمد لله مصنوع قلب. لا بقول لك شيء شفت الطبخة هذه كاملة لحم بدون ولا زيت ولا نقطة زيت. ولا زيت واحد. ولا نقطة زيت. ما استخدمنا أي قطرة زيت كل شيء طبيعي. أي نعم. كل شيء طبيعي. لا هذا حسابك. أيوة. شوف نرجع التقديم كان 6 من 10. لا. الله أبوك أنت. صراحة. صراحة. والخلطة قاعد يخلط لك. الخلطة شيء ثاني. طيب أوكي. أنا بدوق بالخلطة. طيب أوكي. الأكل بدون الخلطة 8. حلو. مع الخلطة. مع الخلطة خلطة الكلام ده طيب وش بعد؟ اللحم كيف؟ اللحم اللحم صراحة 9.5 ممتاز أبو صالح أبو صالح طيب هذه نقطة نقطة نبدأ من التقديم التقديم أعطيها 9 من 10 حلو حلو مرة الرز أعطيه 9 من 10 يا سلام حلوة اللحم مطقين منه اللحم أي شنو هي اللي 10 أبو صالح قولوا تفضل انا اجي لك الكلام تفضل بسم الله يا رجال لا لا انا مسوي لا لا مغسلين 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 انت لو تشوف كيف يشربون العيد يا احمد اللي صار هذا يا رب الحكام يا يا مرحبا الحكام 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 كيف طيب يلا استمتع سوي بس بس مجرد انك بس تسوي النيه فوق هي تنسحب معاك على طول يا ساتر التقديم الصدق ايه حقاني وزع مني بعطيه 4 يا اخي ايش هذا؟ يا اخي انا سلاحين يا اخي شوف القدر يا اخي ولا تعالي ولا تعالي الغاز يا اخي مش قلت انظر ولا تعرفني ان على التقييم كتبت في الجروب والله اني كاتب علينا من الطعم مالنا طيب كمل ابراهيم تكفى لكن الصدق كمل ابراهيم تكفى اذا انت تجي في اللب في اللب اللب نبي اللب حقك اي والله ما هي مناسبة ايوه 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 صبر ايه صبر ايه ابوك باقي عندك تعال عندك جاهز حرك يا شيخ تراها صالح صالح انا صالح ماني عيال طيب 10 الله اكبر وقيم اللحم 20 الله جاب راسه بالكميه والله جاب راسه اقسم بالله عشان الكميه رجال رجال ما دخل ما دخل ابو صالح ابو صالح لو سمحت ولكن ولكن صراحة ايه يا اخي ايش فيك طيب اوكي إيه؟ انا اشوف مجمل الدرجات 5 درجات ناقص سالب بسبب استعمال مساعدة خارجية اصبر هدو 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 عليهم شيء دليل طيب يلا نشيل الكشف لا ام صالح بالله خليه يخلص خليه يخلص عندك اسلم اسلم طيب من ناحيتي تقديم 5 من 10
اوكي لا نحتاج طعم. طيب من ناحيه الرز اقول بكل حق 10 من 10 الحمد لله الحمد لله اللحم صدق اذا في شيء فوق 10 فوق 10 الله يطول عمرك. شوف والله والله يذوب معك والله تذوب والله تذوب والله تعبنا عليه ورب. ايوه اللحم اذا في شيء فوق 10 الاكل احنا ولا هم الاكل الاكل مع اللي بعده بيسمعونهم بيحددون بيحددون خالد عندك خالد تقديم اثنين وكثير اثنين كثير كثير احنا اصلا ما درينا ان في تقديم عليه تقييم اسلم اثنين وكثير حلو الرز 10 الحمد لله اللحم بالنسبه لي صدق 5 ليه انا ما يجوز زمان انت من الاستيكات وتقطيع ملاعق انا هنا قيمت اللحم 10 وش فيك طيب اللحم جاز حقه يا اخي ابغى شيء خلاص انا ما قلت شيء بس لا يتدخلون رجاء اسلم طيب يلا اجتمعوا مع بعض اجتماع بسم الله سمو يا جماعه تقديم تقديم هذا احمد ورايد احمد ورايد حلو انا كم قلت انت قلت انا قلت 6 6 وانت انا قلت 9 تقديم احمد ورايد انا قلت 10 بيننا بينكم في احد دفع لكم شيء لا لا والله خلينا واضحين لا والله خلينا صريحين انا اتكلم انه مجهزين كنت انا اكبر رشاوي يعني انا اتدفر رشاوي بس انا اقول لك انا مطفر في احد وصل لكم لفوا على صفك ها هي جهز المشروبات الجح وجايبين صح 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 يلا خلينا نكمل خلينا نكمل قلنا 6 9 10 انا لازم تقييمي لازم 10 التقديم 10 اذا هذه مجموعه كامله اي 19 25 تقديم 25 اخذها طعم اللحم انا اعطيتهم 10 بس من يوم شفت حق شو اسمه زياد وخالد لا اقول زياد وخالد هم العشرة ابو شاي اعطيهم 8 8 وانت بالنسبه لاحمد اللحم كان 10 على 10 بس الصدق كان في نكهه عند حقين اللي بالرز اي اللي بالرز اي بس انه برضو مسكت النكهه شوي مع اللحم فأنا برفع تقييم للحم حقهم لسبعة والأحمد بعطيها 10 طيب 10 8 وأنا 9 صارت كم؟ 27 الرز الرز عند أبو شاية أعطيهم 9 أنا لما ذكت الرز الثاني حق مودي ورايد ايه؟ حق مودي وزياد معلش لما ذكت الرز حق مودي وزياد لا صراحة أرجع تقييم الرز حق أحمد تقييم حق الرز حق أحمد 7 7 وأنت؟ أعطيتهم 9 9 9 7 و 7 14 23 المجموع الكامل لفريق أحمد ورايد زياد التقديم تقديم مودي وزياد أنا قد 5 أنا أعطيتهم 5 تقديم أنا أعطيتهم 2 مين؟ طب 5 5 2 12 لحم 10 هذا بقى الكلام من منعتي 10 مره ابو الرز 7 27 طعم رز 10 10 30 كم صار قريبه مع انه المفروض عليهم خصم 5 لا صح لا خصم لانه يعترض قصدك استخدام طرف من برا اي لا لا بس ما لقنا بس ما اي بالضبط ما لقنا ما حسبنا في الدور طيب الحين الفريق الفايز بيرسم هيك السلام عليكم خلصت علينا يا عيال لا لا والله مالكم داعي كلهم ياكلون لنا مودي تركيز يا اصحاب المسابقه احمد داخل بالعمق جت بعض القرارات قرارات صارمه حلو اول قرار موضوع الخصم اللي صار على فريق مودي وزياد تم التراجع عنه بسبب حسب لجنة صوتنا عليه أنه ما دخل في القرار ولكن تحذف ما قبلها لا لكن نتمنى في المرات الجاية والله لا نتمنى أنا أتمنى جدك طيب الآن الفريق الفائز ب5000 ريال هو أيوة الحاصل على أعلى النقاط والنقاط كالتالي نقاط مجموعة صوت صوت حلو جميل نبدأ فريق مودي وزياد مجموع نقاط التقديم 12 نقطة من 30 هذه خسرتنا لا مجموع
مجموع نقاط اللحم 27 هذا النقص ومجموع نقاط الرز العلامة الكاملة الله هذا اللي يهمنا والله حلو 69 نقطة يا سلام نجي للفريق الثاني احمد ورايد ما يحشمك شوف من كذا الرز خلص صور الرز صور والله اقسم بالله اني احسن اللي كان ما شاء الله عليك طبعا يلا مين اسلم نركز ومركزين ركز على ان التقييم ايه هذا جديد بالاجماع شكله هجت مع الشباب ذولي فريق احمد ورايد الرز ايوه 23 من 30 بينما فريق علامه كامله اللهم انك الحايل صوت اللحم اللحم 27 زينا اوكي التقديم ونركز ان النقاط حقتهم الكامله 69 ايوه التقديم حصل على 25 بمجموع 75 نقطة. شوف والله كريم طلع شغلنا 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 كريم جايبين شغلة مدخلينها بسرة كل يا حبيبي يا الحمد لله ها شوف كلمة حق طعم رزك ممتاز لحمك ممتاز بس انا قلت لك كتبت بالجروب يا عيال جيبوا اغراضكم والله في لجنه والله اني ما ادري ان قسما بالله اني كاتب بالجروب ابو خالد كل شيء طيب ابو خالد بديت النقش قلت رب الكعبه اني انا والله خلاص طيب. يلا بس يلا عطلكام خلصت المصاري بروح الصحن الثاني لكن انا اقول لكم وداعا ولكن الى اللقاء رمضان كريم كل عام وانتم بخير سلام عليكم Get a bag and flip it, that's for sure. If it's show, that was never talking about me. Turn it down and go get you some money. Turn a 10 piece to a 20.